راح نختار اسلوب جديد. نذهب مباشره الى مراسلنا مناف الموسوي يشوف لاول مشهد ربما بلا نظر، لكن قلب يدرك وعقل يفهم اكثر من له كامل الحواس. مناف الموسوي، اذا كنت جاهز، اولى المشاهد قبل البدء، لك الصوت والصوره. اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين في المشهد الاول من مشاهد برنامج بتوقيت القشلة. نقول صباح ملون بفرشات الأمل. كيف لا يكون ملون بفرشات الأمل وننقل المشهد المميز الأول من برنامج بتوقيت القشلة مع شخصيتين سيكون المشهد مميز لأنهما ضريران، حيدر وحر. حيدر صباح الخير. صباح النور، صباح التفاؤل، صباح الأمل والتفاؤل عليك. احنا اليوم قلنا صباح ملون بفرشات الأمل لأن أنتوا اللي تصنعون الأمل. أنتوا كونتوا رابطة ثقافية، ممكن تتحدث لي عنها؟ كونا رابطة بداية السنة هذه 2018، كانت رابطة مشكات الثقافية. يعني مثلا كان عندنا بها عدة نشاطات. أول نشاط كان إنه وقفة احتجاجية ومظاهرة أمام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بسبب قطع الرواتب ذوي الإعاقة. نعم. شنو اللي تقدم الرابطة مالتكم على الجانب الثقافي؟ نقدم هواي شغلة، سوينا بوست مثلا توعية عن العسل، أسبوع العسل البيضاء. نعم. يوم 15/10، وحصلنا على دعم أحد المتبرعين لا معهد النور للمكفوفين. نعم. أوراق برايل، وعندنا إن شاء الله بوست هسه جاي نحضر به عن المرض، أمراض الإيدز والسرطان. نعم. حر معي ايضا. حر، شلون اليوم انتم من خلال هذه الرابطه توصلون الى الناس؟ يعني البعض ربما المشاهد يتساءل انه انت ضرير، شلون راح تقدر تتواصل بالمعلومه ويا الناس؟ احنا نتواصل عن طريق التكنولوجيا، عندنا الموبايل الناطق اللي هو الايفون. الايفون من 4S الى ايفون اكس كله برنامج ناطق. فاحنا نتعامل من خلال برنامج الناطق، ندخل على المواقع الاجتماعي ومواقع التواصل الاجتماعي. اذا انتم تستخدمون الفيسبوك وايضا يمكنكم قراءه الكتب من خلال الموبايل؟ اي نعم. الشاشه لا تسمح لي موجود بالموبايل بالجلاكسي وبالحاسبه وبالايفون، يحول ما هو كل ما هو مكتوب الى مسموع، اي شيء مكتوب يحوله الى مسموع. اذا هذا البرنامج يسهل عمليه التواصل مع الناس وممكن تقدمون خدمات كبيره للمجتمع من خلال الرابطه مالتكم. حبيت اسال اذا صادفكم موقف طريف. فديوم ما كنت امشي، فاجى واحد لزمني من ايدي يدليني، فهذا قام يركض بشكل سريع جدا، فسالته قلت له سؤال انت ايش تركض؟ قال بركه الله تفتح. اوكي. زميلي سيف ممكن كانما كان يشتغل في تار هيك. زميلي سيف ممكن ناخذ حيدر وحر وهم يخطون بعض الخطوات، هي رساله مجتمعيه، نقول ان المستحيل ليس صعبا والمستحيل في متناول اليد. انتوا اليوم شلون امشوا نسولف؟ نعم. انتوا اليوم شلون جيتوا لشارع المتنبي؟ جينا بواسطة عسل البيضاء. نعم. نتمشى. نعم. هاي العسل البيضاء. منين ركبتوا قلت لي؟ انا من مدينة الصدر ركبت الى السيارات من يمنا اكل الشورجة، انزل بساحة المثلث مال السباع. نعم. اخذ يمين اجي على ساحة الزبيدة وحدي كلها بالعصا. نعم. من ساحة الزبيدة اطلع كلها قبال على شارع الجمهوري على تمثال الرصافي، اخذ يمين مره ثانيه اطب على شارع رشيد واخذ يسار على المتنبي. شكرا جزيلا لحيدر وحر. اذا نقول لجميع الساده المشاهدين الكرام ولكل الاصدقاء انه هي رساله امل، هي رساله تفاؤل، هي رساله لان نصنع المستحيل، ليس هنالك شيء مستحيل. ضرير ويمكن يقدم خدمة ثقافية واجتماعية عامة، فكيف بنا ونحن نرى النور ونرى الناس ويمكننا أيضا قراءة الكتب والتواصل مع العالم. هذا هو المشهد الأول من مشاهد برنامج بتوقيت القشلة. هذه عودة إليك زميلي علي بالكلمة والصورة. شكرا مناف، فعلا بحاجة إلى أن نضع أولى المشاهد بهكذا حكمة. فالكثير من البلدان ليس فقط على صعيد الأشخاص وإنما على صعيد البلدان، فها هي ألمانيا التي كانت منكوبة بالكامل وبدأت النساء برفع الأنقاض وانتقلت إلى أولى الدول الاقتصادية وسيدة أوروبا. فنحن باستطاعتنا أن نكون ذات المشهد وأكثر، باعتبار الحال ليس كما كان بعد الحرب العالمية الثانية لدى ألمانيا بشقيها الشرقي والغربي. نعود مرة أخرى ونعود